ستي أنا كنت عم استناك. ليش؟ بدي أحكي معك ضروري كتير. حكيت مع ناندان وقلت له يجي. ايه بس ليش؟ صار اخذ مصاري كتير من شركتنا. مزبوط، بس هو حالته المادية سيئة كتير، وامه اضطرت تعمل عملية كمان، واخته عملت حادث وقال لي اخصم له هالمبلغ من راتبه، بس صفنت فيها. يعني راتبه كتير قليل ولسه بدي اخصم له المصاري اللي اخذهم مني؟ يعني شو حيصفى له ليقدر يعيش؟ من شان هيك قررت اني ما اخذ شي منه. بس انا بعرف انه راتبه اكبر من رواتب باقي الموظفين يلي بيشتغلوا مثله بغير شركات. ايه ستي، بس اذا بدنا نقارنه باحتياجاته اليوميه فاكيد قليل. اي طبعا، على طول في فرق بين الراتب والاحتياجات، هالشي على الكل مو بس عليه. من شان هيك نحن بالشركه بنحاول نغطي اكبر قسم من هالاحتياجات. انا مقدره قصه العمليه والحادث، بس كمان ما بدي الموظفين يتعودوا ياخذوا السلف على الطالعه والنازله. ناندان ما عاد اخذ شي، وال50,000 اللي اخذهم. لهيك شري انت سحبت 50,000 روبيه من حسابك؟ طيب لمين عطيتهم؟ عطيتهم لناندان. بفهم من حديثك انك ما عطيت المصاري لخالد جنفي؟ عطيتهم لناندان؟ بالاول هو ما رضي يحكي، بس انا ضليت مصره عليه لحكى، وقال لي انه هو اخذهم. بتعرف لو ما قال لي الحقيقه شو كان رح يصير؟ وقتها كان جنى على حاله وخسر شغله بايديه. الكذب عندي ممنوع لو شو ما كان. ايه ستي، بس احيانا بتصير شغلات بتجبرك انه تكذبي. ما في داعي تدافع عنه، خلص شري. انا ما عم دافع عن ناندان، مو هيك، بس كل قاعده وفي لها استثناء. كلامك هاد مو صحيح ابدا، وانا مو حابه نتجادل هلا. ولا انا. بكون كتير منيح. خلص مثل ما بدك، انا بتراجع عن اللي قلته. السلفه اللي اخذها ناندان كبيره ولازم تنخصم من راتبه، وما عاد في ياخذ سلفه ثانيه لحتى يكون سدد كل المبلغ اللي عليه. شري شبك، وين شردت؟ ايه خلص ماشي. طيب هذا الشيء اللي كنت بدي احكيه، وانت صاحب هالشركه، بالنهايه هاد رايي وبس، والقرار بيرجع لك.